نبغى نخلق جيل مثقف، جيل يسعى إلى الرقم واحد نفس ما قيادتنا الرشيدة تسعى لتطبيق ذلك. مؤسسة الدرر للتطوير الإداري وتنظيم الأعمال جاء من منبع فكر طويل المدى، خطة خمسية طبعا اشتغلنا عليها أنا وأفراد أسرتي. اللي دار زايد لا تقرب حماها، لا تقرب منازلها إلا محب، زايد أساسها واليوذن وراها. الاندماج في المجتمع كرئاسة للجان على المستوى الجمعيات، هذا دعاني للتفكير كثيرا أني أحسم الأمر أني أنطلق في مجال الدرر وأضع الأولويات الأهم فالمهم في تطبيق المشروع والانخراط في الجمعيات كما أنا. شعوب لها نفدى تراها، نبذل الغالي لها. الأسرة داعم كبير جداً لي، سواء كانت والدي أو والدتي أو أخوتي، وهم أيضاً معاي في الجمعيات التطوعية، ولله الحمد في تأسيس المشروع سواء كان مادياً ومعنوياً وقفوا لي جانبي بطريقة يعني كبيرة جداً. وأكمل المسيرة بعد ذلك زوجي دكتور عبد الله الحوسني بصفته أيضاً الحين الرئيس التنفيذي لهذه المؤسسة. وأسعى أيضاً إن شاء الله خلال أشهر القادمة الحصول أيضاً على المعايير الجودة في مؤسستنا بإذن الله. أنت كشاب ضروري أنك تخدم المجتمع وتكون فرد فعال في هذا المجتمع الذي تعيش فيه. أوجه شكري وتقديري لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية الحبيبة على جهودها ودعمها لتوفير الأمن والأمان وتوفير أيضاً الإبداع في بيئة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، سواء كان في مجال مهني، سواء كان في مجال تعليمي أو مجال اجتماعي. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لآلي الاتحاد، وكما عودناكم دائما باستضافة شخصيات استطاعت النجاح والتميز والتقدم في مجال عملها. رحبوا معي اليوم بالدكتورة مريم اليماحي. البداية أسعد الله أوقاتك. حياك الله ووقتك سعيد بإذن الله. دكتورة مريم، لو أردنا أن نتوقف عند أبرز المحطات العلمية والعملية التي مررت بها منذ البداية. طبعا معك مريم علي اليماحي، حاصلة على دكتوراه في إدارة الأعمال وحاليا الدكتوراه الثانية في التربية الخاصة من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية، ثاني سنة لي في الدراسة حاليا. طبعا قبل ذلك دخلت بكالوريوس علم النفس في جامعة الإمارات، ومن ثم استكملت برنامج الدبلوم المهني في التربية لحبي للعطاء في العلم والاستفادة والاستزادة من المعلومات اللي تثري للمعارف اللي عندي وأطبقها في مجال حياتي، سواء كانت جانب أسري أو جانب المجتمع بشكل عام. طبعا كملت بعد ذلك ماجستير التربية الخاصة في جامعة الشارقة، والحمد لله يعني وصلت بعد ذلك للدكتوراه اللي ذكرته فيما سبق.
الجوانب هذه ليست فقط كدراسة، ولكن مريت في جوانب تطوعية وجوانب دخول للمجتمع من جانب آخر، اللي هو اكتساب المهارات واكتساب المعارف وتطبيق الخبرات لهذه المعارف اللي أنا اكتسبتها. ووردت لي طبعا فكرة إعداد وتنظيم خطة استراتيجية كاملة لإعداد مركز تدريبي، ولله الحمد مثل ما أنتم معانا اليوم باستضافتنا الكريمة، مؤسسة الدرر للتطوير الإداري وتنظيم الأعمال جاء من منبع فكر طويل المدى، خطة خمسية طبعا اشتغلنا عليها أنا وأفراد أسرتي، وصولا عند دخولي الحياة الأسرية. طبعا استكمل معي زوجي بناء المشروع، ولله الحمد أثمر ثمار، وحتى أن إحنا أنجزنا أمور كثيرة في تطوير والإبداع في مهارات شرائح المجتمع المختلفة من خلال طرح البرامج والدورات التدريبية وورش العمل، وحتى أيضا تنظيم الفعاليات والأنشطة على مستوى المجتمع المحلي. يعني التحديات والصعوبات التي واجهتك منذ البداية؟ قبل تأسيس طبعا مؤسسة الدرر للتطوير الإداري وتنظيم الأعمال واجهتني الكثير من التحديات لإعداد هذا المشروع، ومنها أذكر أن انخراط الجمعيات التطوعية والمؤسسات المجتمعية على مستوى الدولة وخارجها، وحتى التزاماتي في الأسرة ومهنتي أيضا سابقا كمعلمة مع أصحاب الهمم في مركز الفجيرة لتأهيل المعاقين، اللي هو الحين مركز الفجيرة لتأهيل أصحاب الهمم. يعني تجسيد الحلم والاستمرار فيه وتطويره إلى مشروع على أرض الواقع بافتتاحك الدرر للتطوير وتنظيم الأعمال، دعنا نتحدث عن من أين أتت هذه الفكرة وكيف كانت وأهم أهدافها. جميل. طبعا عند تخرجي من جامعة الإمارات بالبكالوريوس والدبلوم المهني في التربية، جاءتني فكرة من خلال انخراطي بالأنشطة المجتمعية في الجامعة أني أحبي لحضور الدورات التدريبية وورش العمل. خطرت في بالي لماذا لم أكون أنا المؤسس لتقديم وتنظيم لهذه الدورات، وأعد نفسي أني أكون مدرب معتمد وأقدم الدورات مثل ما أرى اللي يقدمون النماذج المميزة في المحاضرين والمبدعين في مجال التدريب. وفعلا رسمت الحلم ودخلت دورات كثيرة في إعداد المدرب المعتمد، وحصلت على 4 اعتمادات عالمية ولله الحمد، أحدثها الاعتماد الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير البريطانية، والحمد لله مستمرة في مجال التدريب، وتقريبا ما يقارب 2000 متدرب خلال العام أقوم بتدريبهم في كافة المجالات وكافة الأنشطة المختلفة. نعم، يعني لو تحدثنا عن أهم ركائز وأهداف الدرر للتطوير وتنظيم الأعمال. طبعا الدرر للتطوير الإداري من اسمها أول شيء أني أنا أبغى أطور جميع الأعمال وجميع البرامج والأنشطة والفعاليات لدى كل شرائح المجتمع، من طلبة مدارس، من أصحاب همم، من أيتام، من كافة الشرائح، حتى الموظفين، وحتى أيضا لنا اتفاقيات شراكة مع جامعات مثل جامعة الشارقة ومؤسسات مجتمعية أخرى، نقوم بتطوير الأعمال، فهو هدف رئيسي من الأهداف ومذكور أيضا في اسم الترخيص. أيضا تنظيم الفعاليات والبرامج، احنا نبدأ من النشأ والأطفال الصغار ان نربي فيهم القيادة والإبداع، التميز، الحصول على الرقم 1، نخرط معهم برامج التميز في الذكاء الاجتماعي سواء كان ذكاء اصطناعي، الابتكار، السعادة الإيجابية، الحمد لله، وما زلنا نزرع في هذا النشأ تلك القيم بحيث أنه يطلع جيل واعي وقادر على تطبيق ما تعلم من مهارات ومعارف في ميدان حياته في المستقبل، سواء كان هو طالب أو هو كان موظف. وكذلك الدورات التدريبية اللي هدف من أهداف الرئيسية اللي تنظمها الدرر، ليست عفوا تأتي فقط دورة تدريبية وأخذ عليها شهادة موثقة بساعات، لا، بل تزرع لدي
خبرة لو ربع ساعة يطبقها في مجال حياته العلمية أو العملية. ونشهد ذلك في الطلبة مثلا، يعني طالب عمره 15 والآن 25 سنة عمره في الوظيفة ومتميز ومبدع فيها وما شاء الله، ويرتقي من درجة إلى درجة. يعني لو استذكرنا معا أهم الجوائز التي يفتخر مركز الدرر للتطوير وتنظيم الإداري بالحصول عليه. الله يسلمك، عندنا جوائز كثيرة جدا من كل المؤسسات المجتمعية اللي نتعاقد معها، سواء كانت في البرامج الصيفية أو الشتوية للطلبة، لأن احنا دائما في كل إجازة صيفية وشتوية وناخذ على الامتياز في التنظيم ونحصل على درع التميز لله الحمد والشهادات من أغلب المؤسسات، إضافة إلى التميز اللي حصلنا عليه إن ممثلين، وهذا أهم شيء، ممثلين لاعتماد الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير البريطانية على مستوى دولة الإمارات، وهذا فخر نفخر به نحن كمؤسسة في التنظيم والتقديم لمثل هذه البرامج والدورات التدريبية. نعم، يعني إعداد وتأهيل جيل واعي كانت صحيح. من أهم ركائز المركز. هل هناك رؤية مستقبلية تدعيها يعني دكتورة لتطوير من هذه؟ طبعا عندنا خطة استراتيجية خمسية احنا اشتغلنا عليها لمدة من 2010 ل 2015، وتم تحديثها 2015 حتى الآن الحمد لله لين شهر 6 بإذن الله يونيو 2020 بنكون مخلصين 10 سنوات من الإنجاز لمؤسسة الدرر من الأعمال والتطور اللي حصلنا الحمد لله، وكل هذا بفضل تشجيع الفئات اللي تشارك معنا وأسرهم أيضا اللي يشاركونا في البرامج. لو إن برنامج أطفال مثل غدا سنستضيف أيضا برنامج للطلبة أنت متميز، فهالبرنامج من الاسم إن نبى نخلق جيل مثقف، جيل يسعى إلى الرقم واحد نفس ما قيادتنا الرشيدة تسعى لتطبيق ذلك كقيمة مجتمعية تحملها أفراد هذه المجتمع. فأنا أسعى أيضا لتطبيق الجودة ولله الحمد، وطبقنا في كثير من الجمعيات اللي أنا انخرطت فيها وحصلت أيضا على شهادات الجودة والآيزو كفرد وكمؤسسات، وأسعى أيضا إن شاء الله خلال أشهر القادمة الحصول أيضا على المعايير الجودة في مؤسستنا بإذن الله. نعم، يعني دكتورة دائما النجاح ليس بالشيء السهل. صحيح. ودائما هناك أشخاص يساندوا يعني الدكتورة للوصول إلى القمة، من الأشخاص الذين ساندوك للوصول إلى ما أنت عليه؟ الله يسلمك، أول شيء قيادتنا الرشيدة لها دور كبير جدا في دعم الشباب والمشاريع ودعم البرامج الوطنية اللي تأسس الجيل في مجتمعنا، فأوجه الشكر طبعا لصاحب السمو الشيخ حمد محمد الشرقي حفظه الله عضو المجلس الوطني حاكم إمارة الفجيرة على دعمه اللامحدود في الإشراف العام على البلديات والجهات المرخصة لمثل هذه الجهات، وولي عهده الشيخ محمد بن حمد الشرقي حفظه الله ولي العهد الفجيرة، طبعا ما قصر معانا في جميع الفعاليات والبرامج والأنشطة، وآخرها كان مهرجان درر التراثية اللي يصادف دائما مراحل الفعاليات اليوم الوطني، وداعم كبير لنا بحضوره وبدعمه المعنوي والمادي موجود معانا ونلمسه في فعالياتنا وبرامجنا، إضافة إلى الوالد والوالدة أيضا يدعمون كثير من برامج الأنشطة ويساعدون أيضا أن التطبيق وتنفيذ البرامج الخاصة التراثية بالذات بالورش اللي عندهم والإبداعات، يبدعون أيضا في التنفيذ والإخراج لهذا العمل. في نهاية اللقاء نود منك أن توجهي رسالة إلى الشباب المقبل على العمل. طبعا الشباب جيل مهم جدا، أي مؤسسة مجتمعية تهتم في خلق الجيل لتوعيته وزيادة الفكر لديه وتنمية وتعزيز قيم المجتمعية اللي تنادي فيها حكومتنا الرشيدة وشيوخنا الكرام حفظهم الله، فبالتالي أنا أوجه
انك دائما يا شاب اسعى لتطوير ذاتك، لان الذات اولا انك تعمل على تطويرها والابداع فيها، ومن ثم تخرج للمجتمع المحلي والابداع فيه، سواء كان في تنفيذك لبرنامج معين او شيء، انت بتخلق الذات الحقيقيه لديك، ومن ثم تخرج لجلب الاشخاص اللي يدعمونك في تنفيذك للأفكار والبرامج. أنت كشاب ضروري أنك تخدم المجتمع وتكون فرد فعال في هذا المجتمع الذي تعيش فيه، بحيث أنك لما تطبق فكرة تكون باسمك، هي تكون بأن هذا الشخص قادر على العمل، قادر على الإنتاج، قادر على الإبداع، وبالتالي فأنت شخص مبتكر، شخص مبدع، تطبق قيم التي تناشد فيها قيادتنا الرشيدة في دولتنا الحبيبة. يعني أشكرك على هذه الكلمات التي يعني خرجت من القلب. أعزائي المشاهدين، لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم.